السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الرئيس حسن. نبدأ النهاردة نتكلم في درس جديد من دروس الـ Real Time Group Chat. هنبدأ نعمل شوية تعديلات بسيطة. أول تعديل هنعمله إن إحنا هنخلي الصفحة دي يبقى فيها لودنج زي الصفحة بتاعت الـ Ad User. هنعملها أدي الـ Ad Rooms. إحنا كنا عاملين الـ Loading أهو. أوكي. هذا كوبي نروح حاطين هنا بيست كنا عاملين دايركت في اللودينج هنا اهو وكنا عاملين طبعا اسمه ده دفاية في القصة بتاعت كده كوبي وهنكتب الاثنين تحت شوف واخد الدفع التاني برضه ندخل بقى اللي هو شوية بالشكل ده اوكي و is loading في الاصل بتاع خالص هنا is loading هتبقى true اول ما تخش الصفحة امتى هتبقى false لما يخلص تحميلها اول خلص تحميلها تبقى is loading تبقى خلاص خلاص انا حملت خلاص على عكس الصفحه الثانيه الصفحه الثانيه اول ما دخلنا كانت is loading خلاص تمام تعال نشيك كده الدنيا في ايه هنا ريفرش بيلود اهو بعد ما تخلص المفروض بيفصل بقى هو هنا ما بيفصلش تعال نشيك ليه is loading بيساوي false بيساوي false وبعدين اسمها this loading this this loading اوكي الله يخلي عصبك اوكي تعالى نعمل ريفرش بيلود اهو خلاص خلص بيبدا يظهر لك الشكل تمام في حاجه ثانيه عايزين نعملها اللي هي ان احنا ننزل عدد كل اللي القصه دي هنعمل الكلام ده بسيط جدا ان شاء الله هنضرب بالله عليك هات لي اللينك بتاع الروم ده روم دوت لينك بس كده تشيك اول ما دخلنا كانت صفر بقت بقت نت اوكي طيب طيب احنا ممكن هنا نقول له ماشي خليها كده مش مشكلة دي نقطة طيب النقطة الثانية عايزين نغير التاريخ ده الشكل التاريخي يبقى متغير هنروح هنا نجيب اللي هي الأداة اللي اسمها مومنت جي اس اسمها مومنت فيو مومنت تمام هنصطبها زي أي أداة عادية خالص اسمها فيو مومنت هنروح نجيب التيرمينال بس بتاعنا الأول هنفصل السيرفر هنفصل الدول باوزر وهنقول له npm install moment save بعدين هنعملها هنا require في الملف الأساسي اللي هو الindex وبعدين هنستخدمها كأنها فلتر وأنا بشرح الموضوع ده زي ما قلنا في في البلاي ليست شرح النقطه دي بالذات لان المكتبه دي مهمه جدا 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 بالنسبه لنا هنجيب الفلتر اللي هو مومنت فروم ناو ده ونطبقه عندنا على التاريخ بتاعنا فين التاريخ التاريخ اقول له هنا بالله عليك طبق لي الفلتر اللي هو مومنت فروم ناو تعال بس نشوف هل الترم خلص لسه الترم خلص نستنى شويه تمام جول كوتش بس انا لسه خلص الاول لسه خلص طيب تعالى
بس كنت في وسط بعديها خلصوا بعد ما احنا حصلنا واضح ثواني تمام اشتغل طبعا التليف مش مظبوط قوي تمام بس انا ممكن لو عايزينه مظبوط قوي نخلي التاريخ بتاعي اللي هو تايم ستامب مش اللي هو تاريخ زي ما انت شايف كده يبقى تايم ستامب يبقى مظبوط بالملي. طيب ده كان درس النهارده. الدرس الجاي هنشوف ازاي او ممكن نكمل درس السواقه ساعه. طيب في نقطه مهمه انا عايز هنا لما يجي يخش ولا نخليها شين. اوكي خليها في الجزء التاني. طيب تعال نكمل الموضوع. احنا جبنا الاور روم صح، عايزين بقى نجيب ماي روم اللي هي الرومات بتاعتي. بص شايفين الاور روم ده ناخده كله كوبي كده زي ما هو كده ونقوم رامينه هنا بس نغير بقى اول رومز هنخليها ماي روم بس ماي روم. طبعا مش محتاج ان انا امرر اسم المستخدم يعني كده كده انا عارف ان هم انا اللي عامل الرومات دي فانا مش محتاج هنا، بس انا محتاج هنا اظهر حاجه تاني اللي هي الاكس اللي هي الديليت يعني تمام. اوكي طبعا هيبقى هنا جيت ماي روم ماي روم تمام. هي بالظبط مش هغير اي حاجه هنا. اخد دي كده كوبي اروح اعمل لها ريت الرو بتاعتنا. اوكي هعمل فانكشن اسمها جيت ماي روم، هروح اضيفها في الكنترولر بتاع الروم بتاعي فانكشن دي. بابليك فانكشن اسمها جيت ماي روم. طبعا هجيب اليوزر هنا يوزر هنساوي الاو يوزر اي دي واقول له هنا بترنلي كذا ويب واقول له هنا وير بس الاول لما يكون اليوزر اي دي هيساوي الايه اليوزر. مش محتاج انا اجيب الويز دي خالص بس خليها بشكل او ممكن ما احتاجهاش بالشكل اللي حضرتك شايفينه. طيب في نقطة كده كده انا لازم اعمل الموضوع بالطريقة دي بالظبط كده. ليه؟ لازم اتاكد واجيب اليوزر سيرفر سايد، ما ينفعش اجيب اليوزر هنا، يعني ما ينفعش اقول له مثلا هنا مثلا في الماي رومز هات لي الجيت روم واقوم حاطط له الاي دي بتاع اليوزر هنا، مثلا اقول له هات لي الاي دي يوزر واحد، واقوم مستقبل الاي دي من خلال ايه؟ من خلال ال اللانك من هنا، اقول له اي دي وابدا اسلكت عن طريق الاي دي. ما ينفعش، ليه؟ لازم يكون الموضوع كله سيرفر سايد. لان انا عملته كلاينت سايد، لان كل اللي اصلا كل اللي احنا بنكتبه ده بيبقى موجود على جهاز العميل ممكن يلعب فيه براحته تمام. فاحنا لازم نتوخى الحظر من النقطه دي. طالما انا بجيب حاجه معتمده على البند على داتا بيدخل او داتا معينه لازم على قد ما اقدر اجيبها عن طريق السيرفر سايد، لان كده كده اصلا العميل مش هيقدر يوصل للكود هنا ويعدل عليه، هو هيوصل ممكن يوصل للكود هنا تمام. اوكي طيب تعال نتشيك بقى كده ماي رومز في المشكلة return object اوكي
بس انا بتتن الاوبجكت ان ماي بس مش كده الجلب شغال تمام تعال نرفرش مره ثانيه تمام اهي اشتغل طبعا ماي بوكس طيب تعال نجيب نضيف مثلا حبر هنا او نضيف غرفة محادثة بأي يوزر تاني هنشوف هيجي ولا لأ ولا يكون سؤال دي اكستريم مثلا ماشي يبقى المفروض لو الموضوع مظبوط مش هيجيلي اتنين روم ثري فعلا مظبوط جاتلي روم ثري واحدة فعلا وجالي عند الاكس طيب تعال نعمل الاكس دي بوتوم هنعملها اصلا كمان فرونت اوسو لاس فراش عشان نديك علامة الزبالة دي اللي هي ماسحة يعني اهي تمام هنعملها بوتوم بقى دانجر بدون ما هيبقى مسح يبقى دانجر ريفرش اوكي احنا حطينا مرتين المرة جاب منين الايقونتين اللذيذ ده ازاي جاب الايقونتين تمام ان شاء الله بس جاي نتعلم ازاي بقى نحذف السلام عليكم